في الصباح الباكر ليوم 15 نوفمبر من سنة 1993 وفي مكتب مكافحة المخدرات في مدينة رفح المصرية، وصل للمكتب واحد من أفراد جهاز المخابرات العامة، واللي قابله رئيس المكتب بكل ترحيب واعتذر له على ان هم طلبوا منه الحضور في الوقت البدري ده، بس اكد له ان الموضوع مهم جدا وانه من الافضل يسمع بنفسه الحكاية على لسان صاحبها. واتجه الاتنين لوحدة من الاوض الموجودة في المكتب واللي كان قاعد فيها راجل في اوائل الخمسينات من عمره، وكان باين على وشه علامات القلق والتوتر. ويقوم رئيس مكتب مكافحة المخدرات بتوجيه كلامه للراجل ده ويطمنه بان سيادة العقيد هنا عشان يسمع الكلام اللي قاله له قبل كده. وفعلا يبدا الراجل في الكلام ويقول: انا اسمي محمد سليمان جامع، من اسبوعين كده زارني زميل قديم كان محبوس معايا في واحد من السجون الاسرائيلية سنة 77، وطلب مني ان اساعده في تهريب شحنة للهيروين لمصر ووزنها 12 كيلو في مقابل 12,000 دولار، وقال لي ان هو يحصل على الشحنة دي بمساعدة من المخابرات الاسرائيلية. ولما سألته طب هو ليه المخابرات الاسرائيلية هتقدم لك خدمة زي دي، قال لي ان هو بيتعاون معاهم من سنة 82 وان هم بيدفعوا كويس جدا. وبدأ يقنعني اني ممكن اشوف الهنا والعب بالفلوس لعب لو فكرت احط ايدي في ايده واتعاون معاهم، وقال لي كمان انه دايما بيعدي الحدود لاسرائيل وبيقابل هناك ضباط الموساد اللي بيبلغوه بالتعليمات. ويخلص محمد كلامه، ولما يسأله سيادة العقيد عن السبب اللي خلاه يقرر يبلغ عنه، رد محمد ان هو مش ممكن يخون بلده ابدا ولو بفلوس الدنيا كلها، فيشكره سيادة العقيد على قراره ويطلب منه الانصراف. وهنا علامات الدهشة بتظهر على وش محمد سليمان وكمان رئيس مكتب مكافحة المخدرات، واللي قال له: هتمشيه دلوقتي يا فندم وهو لسه ما قالش حتى على اسم الجاسوس؟ فيرد سيادة العقيد ويقول ان هو مفيش داعي ابدا عشان هم عارفينه كويس جدا في المخابرات العامة، ويوجه كلامه لمحمد ويقول له: انت طبعا كنت تقصد عامر سلمان علي ارميلات مش كده؟ خلونا نسيب مكتب مكافحة المخدرات في رفح ونسيب اللقاء ده كله ونرجع مع بعض لسنة 77 وفي مدينة العريش اللي كانت لسه محتلة وقتها. في السنة دي قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بالقبض على واحد مصري بسيط من أبناء العريش، والتهمة كانت سرقة تلاجة من مستوطنة يميت اليهودية، والراجل ده كان اسمه عامر سلمان أرميلات. ومن بعد مرور أيام بسيطة على دخول عامر للسجن الإسرائيلي، أدرك مندوب الموساد المزروع هناك إن هو خميرة ممتازة لمشروع جاسوس، وكان الهدف طبعا من وجود مندوب للموساد في السجن هو اختيار العناصر المناسبة للتجنيد من المصريين المساجين. والحقيقة إن الاختيار في الأماكن دي مش بيكون صعب أبدا، فحتى في عالم المساجين هنلاقي دايما الشريف والحقير، وهنلاقي الشهم والجبان، وهنلاقي كمان اللي عنده استعداد يبيع أخوه نفسه مقابل الفلوس أو الحصول على بعض الامتيازات في السجن. وعامر كان من النوع ده، وكان باين قوي انه ممكن يعمل اي حاجة في السجن في سبيل الفلوس، وده طبعا اللي لفت انتباه مندوب الموساد ليه، واكد له انه هو عينة ممتازة جدا عشان يقدمها لرؤسائه في ملف كامل عنه، واللي بدورهم قاموا بدراسة شخصية عامر بشكل دقيق لحد ما في النهاية اتختم على ملفه بانه هو عينة صالحة جدا للتجنيد واداء المهام المطلوبة. وعلى الرغم من اختيار الموساد لعامر الا انه ما تمش مصارحته ولا تجنيده بشكل مباشر في الاول، وبداوا بس يستخدموه في مهمات بسيطه جوه السجن وحتى بعد ما خرج منه، وده من غير ما يتقال له صراحه ان هو بيتعامل مع الموساد. وبما ان عامر كان كل اللي يهمه هيقبض كام قصاد كل حاجه بيتكلف بيها، ما كانش بيهتم اساسا انه يعرف مين اللي بيدفع له، المهم ان هو يقبض وبس. ويفضل الحال على كده لحد اليوم اللي استعادت فيه مصر أرض سيناء بالكامل، ويترفع العلم المصري على كل شبر فيها، فتصدر الأوامر من الموساد لضابط الحالة المسؤول عن أرميلات بأنه هو يصرحه ويجنده بشكل رسمي لصالح إسرائيل. في الوقت ده كان عامر بيشتغل فراش في مدرسة إعدادية في مدينة رفح، وطبعا اهتمام الموساد بتجنيده ما كانش أبدا بسبب وظيفته قد ما كان السبب الأهم إن هو من أهل سيناء، وده طبعا هيسمح له إن هو يتحرك فيها بكل حرية وبالتالي رصد أي حاجة تحصل فيها بسهولة. وفعلا يقابل عامر ضابط الموساد واللي كان اسمه أبو شريف، وده طبعا الاسم الحركي بتاعه، وفي لقاء استمر 30 دقيقة بس يصرحوا أبو شريف بإن هم عايزينه يشتغل لحساب المخابرات الإسرائيلية. وعشان الموساد كانوا دارسين شخصية عامر كويس جدا، كانوا طبعا متوقعين رد فعله اللي ما كانش فيه أي اندهاش من ناحيته لما سمع اسم المخابرات الإسرائيلية، وكل اللي سأل عنه بس هو المبلغ اللي هيدفعوه في المقابل. وبكده رسميا ومن منتصف سنة 82 يتحول عامر لجاسوس بيشتغل لصالح الموساد الإسرائيلي ضد بلده مصر، وتبدأ مرحلة تدريب الجاسوس الجديد على تجارة الوطن ونقل أسراره للعدو، ولمدة سنة كاملة يستمر التدريب على كل وسائل التجسس وكل حاجة ممكن تصنع من عامر جاسوس محترف. وبعد ما يخلص عامر التدريب يبدأ الشغل الجد واللي كان بيقوم بيه بكل نشاط واهتمام، ما هو عارف طبعا ان هو هيقبض فلوس كتير على كل حاجة بيعملها.
قدر ان هو يبلغ الموساد بانواع الاسلحه المصريه واماكن تواجدها وتحركاتها في سيناء، ومع كل مره بيكون معاه معلومات جديده كان بيتسلل لاسرائيل من خلال نقط حدوديه كان متفق عليها عشان يوصل المعلومات دي لضابط الحاله المسؤول عنه ابو شريف، ويرجع من تاني على مصر وفي منتهى الحذر وتحت اجراءات تمويه كانت متقنه جدا وطبعا كان متدرب عليها كويس. بس على الرغم من الحذر الشديد وكل محاولات التغطيه والتمويه اللي كان بيعملها ارميلات في كل مره بيخرج او يدخل من والى سيناء، ترصد عيون الصقور المصريه في المخابرات العامه التحركات المريبه بتاعته، وتبدا المتابعه لكل نفس بيتنفسه عامر ومن غير ما يحس بده ولو للحظه، ويتفتح ملف جديد يضاف لملفات المخابرات العامه المصريه، ويبدا الملف ده يكبر اكتر يوم بعد يوم، وصاحبه مش عارف ان هو خلاص اتكشف، وان كل اللي بيعمله ده من اجراءات الحذر والتخفي ما بقاش فيه منه امل ومجهود ضايع على الفاضي. وعشان عامر كان كل اللي بيحركه طول الوقت هو الفلوس، بدا يفكر في طريقه جديده عشان يزود من الفلوس اللي بيكسبها ولو حتى ده على حساب ضحايا جديده من ولاد بلده. وكانت الوسيله اللي جت في باله بما انها وسيله سريعه ومكسبها مضمون هي تجاره المخدرات. وطبعا لما عرض الفكره دي على ضابط الموساد ابو شريف ومن وراه القيادات بتاعته عجبهم جدا الكلام ده، بما انه طبعا كان هيحقق واحد من اهم الاهداف اللي كانوا بيسعوا ليها على مر السنين مع المصريين خصوصا والعرب عموما، وهو تدمير الجبهه الداخليه للعرب والعمل بكل طريقه على ضياع شبابهم. وطبعا مفيش ضياع في الدنيا اخطر من ادمان المخدرات، ولكن طبعا المجال ده كان جديد تماما على الجاسوس عامر ارميلات، وعلى الرغم من ان هو كان هيحصل على المخدرات من الموساد الا انه كان لسه هيواجه مشكله وخطر تهريبها لجوه مصر ومن بعد كده عمليه تصريفها ما بين الشباب والتجار. وعشان شهوه المال والرغبه في المكسب السريع باي طريقه كانت غالبه على تفكير عامر، بدا يتخلى عن الحذر اللي كان ملازمه طول السنين اللي فاتت، وفكر ان هو يعرض على اصحابه محمد سليمان جامع وقعود حمدان فكرة ان هم يساعدوه في دخول المخدرات لمصر بما ان هم كانوا بيشتغلوا سواقين، وطبعا شغلهم ده كان هيساعد جدا في حركة دخول ونقل شحنات المخدرات. كان فاكر ان الناس كلها كلاب فلوس زيه، وان هم اكيد هيضعفوا لما يكلمهم عن المكاسب الرهيبة اللي هيشوفوها لو اتعاونوا معاه، ويسمع له الاتنين وبكل اهتمام وياخدوا منه كل الكلام اللي عنده، ويطلع بعدها كل واحد فيهم ولوحده ومن غير ما يكون فيه اي اتفاق ما بينهم عشان يبلغوا السلطات المصرية. وهنا تبدأ المخابرات المصرية تتأكد إن الجاسوس ده خلاص عدى كل الخطوط الحمراء وإنه آن الأوان لوضع حد للعملية كلها. وفعلا في يوم وهو رايح على شغله في المدرسة يعترض طريقه عربية سودة ينزل منها أربع أفراد ويقدم له نفسه واحد فيهم باسم العقيد نادر طحون من المخابرات العامة المصرية، ويستسلم تماما ليهم ويفضل ساكت طول الطريق من رفح للقاهرة ودموع الندم مالية عينيه. وفي التحقيقات قدام النيابة العامة حاول ان هو ينكر كل التهم المنسوبة ليه، الا ان ملف المخابرات المصرية اللي تقدم للنيابة كان كامل تماما ومفهوش اي ثغرة يقدر يفلت منها، وكان مليان بالوثائق والتسجيلات اللي تثبت خيانته لبلده وتعاونه مع الموساد. وفي يوم 14 ابريل سنة 1996 وفي محكمة امن الدولة العليا وقبل النطق بالحكم من المستشار احمد حافظ مشهور، يوجه كلامه لعامر وكل الحاضرين ويقول: مهما تصورت المخابرات الإسرائيلية واعتقدت أنها تمتلك أساليب ووسائل للنيل من أمن وسلامة مصر، لازم الكل يفهم أنه في البلد رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، وأنهم عيون أقسمت على حراسة الوطن وسلامة أراضيه، مهما حاول العدو يضر الأرض دي ويشتري ضعاف النفوس عشان يحقق الغرض ده. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم عامر سلمان علي أرميلات بالأشغال الشاقة المؤبدة. ونتقابل في حلقة جديدة، ودايما المكان اللي بيجمعنا هو راديو الذكريات، ويا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم، ودايما أحب أسمع رأيكم في التعليقات وكمان أسمع أفكاركم لو حابين نتكلم في أي مواضيع معينة في القناة. وطبعا لو مش مشترك في القناة وعجبك المحتوى ياريت تشرفني بالاشتراك وتفعل التنبيهات للكل عشان يوصلك دايما مني كل جديد. أهلا بيكم دايما على راديو الذكريات، وكان معاكم أحمد شوقي.